بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو سأتقاسم معكم فرض رقم 2 المرحلة الرابعة، لكن اليوم في مادة الاجتماعيات للمستوى الخامس. من بعد ما خدمت معكم اللغة العربية والتربية الإسلامية للمستوى السادس، اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم مادة الاجتماعيات لكن للمستوى الخامس. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وكنتمنى تتبعوا الفيديو حتى النهايه وتفاعلوا وتشتركوا وتقاسموا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده ان شاء الله. للتذكير معكم الاستاذه ساره مدرسه اللغه العربيه. على بركة الله نبدأ. مكون التاريخ للإشارة، كل مكون ينقط بعشر نقاط. السؤال الأول، أصل بخط العبارة بمعناها الصحيح. إذا لدينا ثلاث عبارات، ثم المعاني. نقرأ كل عبارة لنتعرف معناها المناسب. أمغار، اللمس، ثم أكليد. أمغار، هل هو جهاز دفاعي مكون من خندق وأسوار لمراقبة الهجومات؟ ليس كذلك. هل هو زعيم للتكتلات الكبرى للقبائل في اتحاديات وهو بمثابة أمير؟ ليس كذلك. أمغار، هل هو الاسم الأمازيغي لشيخ القبيلة يتم اختياره بالانتخاب أو التراضي؟ نعم صحيح. إذن فأمغار هو الاسم الأمازيغي لشيخ القبيلة يتم اختياره بالانتخاب أو التراضي. ثم اللمس، العبارة الثانية، اللمس. إذن فاللمس هو جهاز دفاعي مكون من خندق وأسوار لمراقبة الهجومات. نعم. ثم أكليد، وهو زعيم للتكتلات الكبرى للقبائل في اتحاديات وهو بمثابة أمير. نتطرق للسؤال الثاني وهو كالتالي، أكمل الجدول التالي حسب المطلوب. حسب المطلوب، هنا فقط وقع خطأ، المطلوب. لدينا جدول المطلوب أن نتمم بمظاهر عيش الأمازيغ حسب يعني ماذا يلبسون في العهد الأمازيغي، ثم الحلي، بعد ذلك الغذاء، ثم الأثاث. إذن اللباس الذي كان منتشرا في عهد الأمازيغ هو البرنس. الحلي كانوا يرتدون إما الخميسة أو المشبك. للإشارة، إذا درت غير واحدة يعني إما الخميسة أو المشبك فالجواب صحيح، بدون ليس مطلوبا كلاهما. ثم الغداء، كانوا يأكلون الكسكس. إذن فالكسكس هو الغداء الذي ورثناه من الأمازيغ. ثم الأثاث، لدينا السجاد. واضح. أعيد، بالنسبة للباس كانوا يلبسون البرنس، الحلي كانوا يتزينون بالخميسة والمشبك، الغداء عندنا الكسكس، والأثاث السجاد. السؤال ثلاثة، أسمي الكتابة التي كانت منتشرة في شمال إفريقيا. الكتابة هي تيفناغ. تي في ناغ. الكتابة هي تيفيناغ. واضح. بماذا كانت تتزين الأمازيغيات في الحفلات والأعراس؟ إذن كانت تتزين الأمازيغيات بماذا؟ بالكحل والحناء. بالكحل والحناء. واضح. إذن كما تلاحظون امتحان جد سهل وبسيط، فقط التركيز الجيد. ننتقل المكون الثاني وهو مكون الجغرافيا، وأيضا التنقيط على 10. فالسؤال الأول هو، أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. لدينا خمس اختيارات، القسم الجنوبي، المناخ الجنوبي، المناخ المتوسطي، نوعين القسم الشمالي. إذا لكي يسهل الملء ديال الفراغ بطريقة صحيحة، أولا يجب أن نقرأ النص. المراد ملؤه بهذه العبارات. واضح. لكي نفهم المعنى وبالتالي يسهل علينا ملأه، يوجد في المغرب
من المناخ. إذا واضح هنا بدا كيبان الفراغ بماذا يجب أن نملأه. يوجد في المغرب من المناخ، لاحظوا الأول ينتشر في من المغرب ويتميز بوجود فصل شتاء دافئ وممطر وفصل صيف حار وجاف. اذا هنا هما عندنا الكلمات المفاتيح باش غادي نتعرفوا هنا شنو غادي نزيدوا في هذا الفراغ، واضح؟ اذا ويسمى ب، يعني هنا سيكون نوع المناخ الذي سائد في المناطق التي يكون فيها فصل الشتاء دافئ وممطر وفصل الصيف حار وجاف. والثاني، يعني النوع الثاني من المناخ، ينتشر في من المغرب ويتميز بالحرارة المرتفعة والجفاف طول السنة ويسمى ب. إذا لاحظوا هنا الكلمات المفاتيح لهذا النوع من المناخ، أين ينتشر؟ بماذا يتميز؟ بالحرارة المرتفعة والجفاف طول السنة، يعني باين غادي يكون في المناطق الجنوبية. إذا نملأ من البداية، يوجد في المغرب نوعين من المناخ، الأول ينتشر في القسم الشمالي لأن في الشمال معروف بالشتاء ممطر، فصل الشتاء ممطر ودافئ وفصل الصيف حار وجاف. إذا ينتشر في القسم الشمالي من المغرب ويتميز كما قلنا بوجود فصل الشتاء دافئ وممطر وفصل الصيف حار وجاف، ويسمى بالمناخ المناخ المتوسطي. والثاني ينتشر في القسم الجنوبي، القسم الجنوبي، والذي يتميز يعني بالحرارة المرتفعة والجفاف طول السنة ويسمى بالمناخ بالمناخ الجنوبي. نقطة نهاية. السؤال الثاني، أضع علامة في في الخانة المناسبة. لدينا مجموعة من العبارات يجب تحديدها، هل نقصد بها المناخ أو الطقس، واضح؟ يعني هل تدل على المناخ أو الطقس؟ إذا أولا يجب أن نعرف المعاني ديال العبارتين. المناخ وهو يعني يكون في فترة زمنية طويلة، أما الطقس هو حالة جو ديال مدة قصيرة وهو يتغير باستمرار، واضح؟ إذا فكان الجو، العبارة الأولى، كان الجو صحوا والشمس ساطعة بمدينة وزان يوم الخميس 3 يونيو 2021، واضح؟ يعني في يوم خلال يوم واحد. ثانيا، عرف المغرب تساقطات مهمة وغزارة الثلوج سنة 2015، يعني في طول السنة. إذا فهذه فترة زمنية طويلة، سنة كاملة، إذا فهو المناخ. فصل الشتاء في المغرب عموما دافئ وممطر وفصل الصيف حار وجاف. إذا لاحظوا حينما نتكلم عن الفصل راه ثلاثة أشهر، واضح؟ ثلاثة أشهر يعني حسب العدد والمعدود كما ذكرنا في درس اللغة العربية. وفصل الصيف أيضا ثلاثة أشهر، إذا فهو مدة زمنية طويلة، إذا فهو المناخ. ألغيت يوم الأحد 12 يناير 2020 مباراة في كرة القدم بسبب تهاطل الأمطار الغزيرة. لاحظوا ألغيت ماذا؟ مباراة يوم الأحد يناير 2020، يعني يوم واحد هنا، فالمقصود هنا الطقس، واضح؟ أذكر المؤهلات الفلاحية في وطني. إذا لدينا ثلاث مؤهلات فلاحية، من أبرزها فقط وخنذكر غير جوج مؤهلات بشرية، واضح؟ تتمثل في اليد العاملة إلى غير ذلك. ثم لدينا مؤهلات تقنية، تقنية يعني من خلال يعني الحرث بالجرار، السقي قطرة قطرة، كل ما يتعلق بما هو تقني وحسن المردودية ديال الفلاحة. سؤال أربعة، وهو أذكر نوعين من المنتجات الزراعية ببلادي.
يعني ماذا ينتج المغرب من حيث المنتجات الزراعية؟ إذن أولا لدينا الحوامض، حوامض يعني البرتقال والحامض وإلى غير ذلك. ثم بعد ذلك لدينا عباد الشمس، نديروها في الزيوت، يعني فهي المادة الأولية للزيوت، زيت لوسيور، زيت المائدة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك لدينا مثلا الفول، ثم لدينا القمح، فواكه، خضر، واضح، إلى غير ذلك من المنتجات الزراعية. المطلوب هنا نوعين فقط أضفت لي لتوسيع الإجابة لا غير. بعد ذلك السؤال 5، أذكر نوعين من الإنتاج الحيواني بقريتي أو ببلادي بصفة عامة. إذا فحينما نتحدث عن الإنتاج الحيواني يعني المتعلق بالإنتاج الحيوان، أولا لدينا الماعز، تربية الماعز، ثم الأبقار، بعد ذلك عندنا الدواجن، دجاج، لغير ذلك. بعد ذلك غادي ننتقلوا مكون التربية المدنية، التنقيط أيضا على 10 كما قلنا في بداية الفيديو. نتطرق السؤال الأول، أصل بخط العبارات التالية. لدينا 6 عبارات، سنحدد هل هي قواعد العمل ضمن جماعة أم هي تتمثل في القدرات التي يجب أن تكون لدى المتعلم أو بصفة عامة لكل شخص. واضح؟ إذن أولا الصدق في التعبير، إذن الصدق في التعبير هل يعتبر من القواعد أم من القدرات؟ إذن بل يعتبر من القدرات. أحترم، يعني أنا أحترم آراء الآخرين. إذن أين يكون احترام آراء الآخرين؟ من خلال العمل ضمن جماعة، يعني قواعد العمل ضمن جماعة. أساعد مجموعتي في طرح أفكار جديدة ومهمة، إذن فهي من بين قواعد العمل ضمن جماعة. عدم التردد، يعني حينما نقول عدم التردد يعني لا يجب أن أتردد في حسم القرارات المهمة في حياتي، إذن فهي يجب أن تكون من القدرات التي يجب أن أتحلى بها. أحترم قواعد سير النقاش، إذا حينما يعني لا أتناقش نفسي مع نفسي بل أتناقش مع مجموعة، إذا فهي من بين قواعد العمل ضمن مجموعة. وآخر عبارة هي الثقة العالية بالنفس، إذا الثقة العالية بالنفس فهو مؤهل من المؤهلات النفسية. واضح؟ إذا فيجب أن تتمثل هذه العبارة في القدرات. أذكر المرافق الموجودة في مدرستي. أولا لدينا الأقسام، بعد ذلك الساحة، ثم الملاعب، مرافق صحية، إلى غير ذلك. يعني حسب المدرسة ماذا متوفر فيها، يعني سكن المدير، الإدارة، سكن الحارس وإلى غير ذلك. أسمي أنواع القدرات التي يتميز بها كل شخص من الأشخاص. هنا القدرات التي كنا نصنفها هنا يعني ما هي أنواعها. إذن كل منا يجب أن يتميز بثلاث قدرات، وهي القدرات العقلية، يعني كل القدرات المتعلقة بالفكر وإلى غير ذلك. بعد ذلك لدينا القدرات العاطفية، بعد ذلك القدرات الجسدية، كل منا يجب أن يتمتع بهذه القدرات. سؤال 4، وهو أصل بخط المصادر الأخطار والحوادث بالنتائج المترتبة عنها. لدينا هنا مصادر الأخطاء وهنا لدينا النتائج المترتبة عنها. إذا نقرأ كل مصدر على حدة، نهر، حوض، سباحة. إذا حينما نقول نهر وحوض سباحة في ماذا سيتسبب؟ يعني هل العض واللسع أمي الحروق
عفوا اعتذر، هل العدوى اللسع ام الحروق ام الغرق ام الصعق الكهربائي او التسمم واخيرا او السقوط؟ اذا حينما نقول نهر او حوض سباحه يعني سيؤدي بالغرق. ثانيا الحيوانات مثل الكلاب والعقارب الى غير ذلك القطط. اذا الاختيار الاول العدوى واللسع يعني فستسبب بالعدوى واللسع والنسح. ثالثا مواد صيدلية أو مواد تطهير. إذا عندنا الاختيار الذي بقي الحروق، الصعق الكهربائي، التسمم، السقوط. إذا نقف هنا في التسمم. نار مواد سائلة ساخنة. الاختيار الأول الحروق، وبالتالي نعم فالنتائج المترتبة عن النار أو المواد السائلة الساخنة فستؤدي بنا بالحروق. نوافذ سلاليم، إذا هل ستؤدي بالصعق الكهربائي أم السقوط؟ حتما ستؤدي بالسقوط، لذا يجب الانتباه. أسلاك كهربائية عائرية، بقي فقط الصعق الكهربائي، بقي فقط الاختيار الأخير الذي هو الصعق الكهربائي. السؤال الأخير في هذا المكون، أذكر تصرفين لتجنب الحوادث والمحافظة على ذاتي. يعني يجب أن أذكر تصرفين للوقاية من الحوادث والمحافظة على ذاتي. إذا ما هي الأماكن التي ستسبب في الأخطار؟ مثلا لدينا المطبخ، لدينا يعني المحيط بالبيت، ثم لدينا مثلا الآبار والأنهار وإلى غير ذلك. إذن التصرف الأول الذي هو سهل، تجنب دخول المطبخ أو اللعب بالآلات الحادة. نذكر هنا السكين، واضح يعني عدم اللعب بأدوات المطبخ بصفة عامة. اختيار التصرف الثاني الذي سيكون بعيد عن البيت مثلا، وهو عدم اللعب مع الحيوانات مثل الكلاب ديال الشوارع الضالة وإلى غير ذلك القطط إلى غير ذلك. ثم مثال آخر، تجنب الآبار أو الأنهار. يعني هنا حينما نقول الأنهار تجنب السباحة في الأنهار، واضح؟ لأن هذا قد يؤدي بنا إلى الغرق كما لاحظنا في السؤال الذي قبله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم ليصلكم كل جديد إن شاء الله بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.